السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي how are you? Please, you have to memorize a number 6 and number 7 from سورة الممتحنة. I will read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يبقى السلام عليكم.